عشرة نفس وعندهم نفس منظم، عندهم إمكانيات فردية محترمة، إمكانيات جماعية نفس الشيء. مهوش سهل باش ننتصروا عليه، سيرتو بالأداء اللي حاجة تفرح 3 بوان يا فيك إن دوميناسيون على مستوى امتلاك الكرة، على مستوى خلق الفرص. فريمون لي جوار كانوا في مستوى عالي، يعطيهم الصحة. برافو، الميريت يرجع للاعبين على مستوى الأداء، على مستوى الأبليكاسيون، على مستوى التركيز. كان أخ شوية باش نجيو على مستوى الهدف الثاني، جاو العديد من الوضعيات ما نجحناش فيهم، لكن في الوقت عرفوا الأولاد كيفاش يستحقوا على الريزلتا ويجيبوا 3 بوان اللي وزنهم الذهب. أنا نأمن اللي كانوا لي جوار، لي كاليتي تاع لي جوار اللي موجودين عندك، لازم تحطهم في أحسن ظروف، في أحسن أنيماسيون، باش اللاعب يخرج الإمكانيات نتاعو. دونك تو سكي فون دو جو، تو سكي لي زيدي نتاعنا هما خارجين من البوتنسيال اللي موجود. الحمد لله اللاعبين متجاوبين. في وقت من الاوقات وقت تشوف لي سونترمون ناس كونسونتري سودون افون يخدموا يحبوا يطوروا، وقت يبدا فما اهداف اكيد العمل هذا يعطي نتيجه. الحمد لله اللاعبين في ديناميكيه ايجابيه، لكن ما ننساوش اوني سولمون خزير جورين ولا 14، مازالت ماتش تشوف على لي ومازال نصف موسم كامل. كي نتذكر نرجع للوراء في 4 مقابلات الأولانية، الرجاء عندها 3 بوان وفما فرق عندهم 12 بوان، كانوا 9 بوان رومونتي. الأولاد عملوا رومونتادا كبيرة، رومونتادا على مستوى النتائج، ورومونتادا على مستوى البريستاسيون، رومونتادا على مستوى الأنفي، على مستوى الرغبة. اليوم نقاروا احنا تراب برشا المتصدرين دو بوان. اي فو كونتينيي اسبيري دو بريستاسيون ميور اي سورتو دو ريزولتا يكونوا في الافيون بروشينمون، سورتو لي سيري ان شاء الله.